Jesus Christ crucified on this day, and he has done the salvation on the cross and saved us. The holiest hour in the Good Friday or Great Friday, اللي هي الساعة السادسة اللي صلب فيها السيد المسيح أو كان على الصليب تمم الخلاص. إن السيد المسيح سمر من الساعة الثالثة لغاية الساعة التاسعة أسلم الروح وتم الخلاص. عشان دايما كده كلنا بنحب نحضر هذه الساعة بالذات، حتى اللي يكون متأخر يقول لازم أحضر الساعة السادسة الجمعة الكبيرة. أطول ساعة وأقدس ساعة وأحلى ساعة في ألحانها كمان، هنلاقي فيها لحن اسمه أمونوجنيس، أحلى لحن. يا من أظهر بالضعف ما هو أقوى أحسن من الأقوى من القوة. كان في أسبوع الألام زمان الناس تأخذ أجازات ما تشتغلش في الشغل. طبعا الايام دي ما يبقاش اوردر، يعني ان انا اقول الناس تبطل شغل، حسب كل واحد وطبيعه الشغل بتاعه وطبيعه العمل. اللي يقدر ياخد اجازه من شغل حكومي من اول السنه بيبقى معروف اسبوع الالام جاي في وقت السنه بيقدم على اجازه، واللي ليه شغل حر يقدر يبطل يعيش في الكنيسه هذا الأسبوع مع السيد المسيح. لما كناش هنعيش هذا الأسبوع مع السيد المسيح، يعني ده أسبوع بيجي كل سنة مرة. حد ضامن يحضر أسبوع الألم تاني ولا لا؟ وممكن ممكن مش ضامنين، لا أي واحد فينا مش ضامن يحضر يجي عليه أسبوع تاني ألم ولا لا أو جمعة كبيرة. فعشان كده احنا بكل قلوبنا بنقف جنب السيد المسيح ونتذكر ألامه، نتذكر الخلاص، ونتذكر يوم بيوم عمله من أول ما داخل أورشليم وبدأ أسبوع الألام. يعني أسبوع الألام بدأ من أول السيد المسيح دخل أورشليم، تحمل تحت الحبس زي ما كانوا بيشتروا خروف الفصح في اليوم العاشر من نيسان ويذبحوه في اليوم الرابع عشر ويخلوه في تحت الحبس في البيت لغاية ما يذبح. السيد المسيح دخل أورشليم تحمل وفضل لم يخرج من أورشليم حتى صلب. انتوا عارفين أسبوع الألام المفروض يبقى فيه النصف الشديد